طيب، على مدار الفترات اللي انت دلوقتي عشتها بعد النادي الاهلي، ايه الفرق ما بين الانديه اللي انت لعبت فيها والنادي الاهلي؟ ما تقول حاجة تاني، ليه؟ ما تقول حاجة تاني. ليه؟ ما اقول حاجه تانية، ده سؤال، جاوب أيوة، على السؤال. إجباري ولا لا اختياري؟ لا، ما يعني ما لا اجباري. بص، يعني أنا صريح والله، بس ما حدش يفهمني غلط. أنا في أندية شفت فيها عشوائية ما ينفعش اللي الواحد يتكلم فيها بصراحة. عشوائية. والنادي الأهلي ده في حتة، لا والله مش عشان أنا ابني من أبناء الأهلي ولعبت في النادي الأهلي من صغري لحد ما كبرت، بس لا النادي الأهلي ده في حتة تانية. في حتة تانية. لا، ما ده في حتة تانية خالص. ده مثلا النادي الأهلي مع ريال مدريد، يوفنتوس، برشلونة، مانشستر سيتي، والله بتكلم بجد. ماشي. والأندية التانية اللي أنت، لا، في أندية أنا اتعاملت لا فيها، يعني قول لي إيه، قول لي مش إيه قصة، نوعية العشوائية، ما تقولش أسماء أندية، نوعية العشوائية اللي أنت كنت بتتعرض ليها أو اللي أنت كنت شايفها، لأن خد بالك برضو بص، بتبقى الأزمة كبيرة لما لعيب بيبقى متربي جوه مؤسسة زي النادي الأهلي. الأهلي مؤسسة منظمة، ده يعني ده أنت إحنا أنت لا أنت بتجامله ولا أنا بجامله، أنت بتقول واقع، الأهلي بالظبط. مؤسسة منظمة، القصة منتهية، وبالتالي الخروج من مؤسسة منظمة وإنك تبقى موجود في عدة مؤسسات أخرى اكيد مش على نفس درجه النظام ديت. فانا بسالك ايه اللي انت كنت بتشوفه في النادي الاهلي منظم قوي ومتخيل ان هو هيبقى منظم في باقي الانديه ما لقيتوش؟ سؤال عادي جدا على فكره ومقارنه عاديه، ما تحملش تخيل نفسك يا فوق ابراهيم، طاقتك. اللي احنا فيه انديه ساعه لما بنيجي نقبض، مثلا احنا كنا بنيجي نقبض في بعض الانديه، نقبض في ايدينا، اللي احنا كنا ممكن كلاعيبه ممكن نزعق مع بعضينا مين يقبض الاول ومين ما يقبضش الاول. والله العظيم ما بهزر، فعلا. وحياه لا اله الا الله. تتخانقوا بقى في الطابور لا، مين يقبض قبل وتخيل بقى التاني. اللي انت شفت الحلو الاول، للاسف يعني دي برضو كان، ما كانش نفسي اشوف الحلو الاول على فكره. انت شفت الحلو الاول، الحلو الاول كان ازاي بقى؟ كنت بتقبض ازاي؟ اللي انت متربي اللي انت على متربي عليه سيستم كنت بتقبض معين. ازاي في الاهلي بقى؟ لا، انا كل 28 في الشهر الراتب بتاعي ينزل لي في البنك. طبعا. يعني ما ورساله تجيلك محترمه، رصيدك بقى كذا وانت وحياتك تفرح كذا وعينك تلمع انا اروح ورصيدك بقى اسحب كذا. وامشي. لا، انا مش قصدي بقلل من الانديه، لا انا ده يعني شرح، في شرح عادي. شرح، بس بنفصل الامور اللي فيه ادارات للاسف ما وعلى مستوى الانتقالات والتحركات والحاجات اللي شبه كده لا لا كان. لا الموضوع، انا نفسي بس تيجي تلعب سنه كده، ما هبقول لك بعد فاصل كده روح النادي كذا العب فيه سنه بس. عذاب. عذاب، يا نهار ابيض. بس ده انا بحس اللي ده يعني للاسف ذنوب احنا عملناها فربنا بيخلصها في الدنيا بجد. والله انا كنت بقعد اقول لهم كده، يعني ايه الذنب، ايه الذنب اللي انا عملته في حياتي يعني بجد والله ابراهيم. يعني هو ده ذنب احنا عملناه يعني؟ مش فاهم. لا، وفجأة مثلا تيجي تقبض مثلا ابراهيم، والله العظيم تلاقي مثلا عندك غياب، مثلا عارف اللي انت ايه، مثلا انت غايب بقالك 3 ايام وانت مش غايب اصلا، انت كنت في السكور ولاعب ماتش. يعني انت لو رحت لاتحاد الكوره، يعني انا في نادي بالمناسبه، في نادي راح قدم فيها شكوى اللي انا غبت شهرين وانا اصلا اوريدي كنت في السكور، وكنت بتكلم مع رئيس النادي على المستحقات بتاعتي، طب هنديها لك وبتاع، واقدم فيها شكوى في اتحاد الكوره اللي انا ماليش اي مستحقات. يا خبر ابيض. بالله عليك في كده؟ يعني في كده بس اسالك على بجد حاجه، والله في كده؟ لا هو مفيش كده، بس بالله عليك انت صادق في الكلام ده؟ وحياة ولادي كل كلمة بقولها لك صح، لا حول ولا وحياة قوه الا ربنا اللي بالله، أغلى من ولادي، لا حول ولا قوه الا بالله. في كده في الدنيا؟ لا طبعا مفيش، لا مفيش، ده لو على حسب ذكرك ده ظلم طبعا. والله ظلم، حسب الله ونعم الوكيل طبعا.